شرعت الجهات المعنية في السعودية في فتح بوابات التوسعة الثالثة أمام كثافة الأعداد المتوقعة وسط توقعات بأن يسجل موسم العمرة خلال شهر رمضان أرقام قياسية لأعداد المعتمرين والزوار. ويأتي استخدام التوسعة السعودية الثالثة لمواجهة الأعداد المليونية المتوافدة بشكل يومي إلى المسجد الحرام، حيث سجلت أروقة المسجد الحرام في اليوم الأول من شهر رمضان قرابة 1 مليون معتمر ومصلي. معنا مشاهدينا من مكة المكرمة مراسل العربية علي الشريف. علي، الصورة من مكة المكرمة وأعداد المعتمرين وكل التجهيزات التي يعني بدأت منذ أن بدأ المعتمرين بالوصول. نعم ليال، بالفعل يعني الصورة هي صورة غنية وكثيفة. سجل المسجد الحرام أكثر من 1 مليون مصلي فقط في اليوم الأول وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تم تجهيزها من قبل الجهات الحكومية التي تعمل هنا في مكة المكرمة وتحديدا هنا في المسجد الحرام، سواء نتكلم بدءا من رحلة الحاج إلى القدوم إلى هذه المنطقة بتجهيز عدد من الطرق وتخصيص هذه الطرق للصعود باتجاه المسجد الحرام، خطة مرورية متكاملة تعمل على مدار الساعة. هناك عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها عند اقتراب مواعيد الصلاة وأيضا من إغلاق بعض الطرق وتسهيل حركة المشاة وصولا إلى هنا إلى المسجد الحرام عبر تخصيص عدد من البوابات، سواء هذه البوابات كانت للمصلين بتوجيه غير المعتمرين بالذهاب عبر هذه البوابات والبوابات الأخرى للمعتمرين، وتم تخصيص أكثر من بوابة لهذا للمعتمرين. ولإيضاح أكثر دعونا نرصد من خلال الصورة هذه الحركة الجموع في هذا الأثناء أثناء صلاة التراويح، حيث نشهد حركة انسيابية للمعتمرين وكذلك للمصلين أثناء قدومهم إلى هذه المنطقة، وأيضا تخصيص عدد من المسارات عبر هذه الحواجز، ويعمل من خلال هذه الحواجز عدد من رجال الأمن الذين يساعدون المعتمرين والزوار بتوجيههم عبر المسار الصحيح لضمان انسيابية حركتهم ودخولهم وخروجهم. أيضا ليال، هناك عدد من الجهات الصحية التي استنفرت كافة طاقاتها وجهودها عبر تجهيز عدد من المراكز الصحية هنا في المسجد للتدخل السريع لضمان سرعة المعالجة أثناء تواجد المصلين في المسجد الحرام. نعم.